حياكم الله مشاهدينا الكرام في حوار السلطان مباشره رحب بضيوفي هنا في استوديو السيد حسن فلعب النائب السابق حياك الله سياده النائب حياك الله سلام الله سلام الله بضيفي الكريم ايضا السيد راس الحمد الباحث في الشان السياسي حياك الله استاذ حياك الله واسمح لي ابدا استاذ حسن استاذ حسن خليني عندي عده محاور اليوم لكن بس خليني ابدا بمحور جدا مهم يعني ما عادت القصه انه احنا نسميها توافقيات في في القوانين تحولت الى صفقات قانون امشي لك تمشي لهذا القانون هذا قانون مزاجي هذا قانون بمزاجك يمشي لكن اكو نقطه جدا مهمه حتى وان صار توافق صار صفقه بغض التسميه خلينا نسميها عليها التوافق والصراع ايضا موجود حتى على مشاريع القوانين سيما ولا ذهبنا لقرارات استراتيجيه اكثر كان جد خلافات اكثر شكرا لك استاذ نصير تحيه لضيفكم العزيز حياكم المشاهدين هو التوافقيه يعني بين النظام السياسي على التوافقيه مرحلة التوافقية تقريبا كسرت في موضوع التحالف الثلاثي لأنه يعني هو كان التوافق مع منه كان القوة الشيعية تتوافق مع القوة الكردية والقوة على إدارة البلد وحالة التوافقية هي حالة إيجابية تؤدي إلى استقرار لا. تؤدي إلى السياسي كسرت هذه المعادلة أدما كانت هناك محاولة لكسر القوى الشيعية من خلال التحالف الثلاثي وتغييب طيف واسع من الـ المكون الشيعي عن العمل السياسي وعن تشكيل الحكومه كانت واضحه واضحه الملامح و ما نحكي يعني نتوقع واقع احنا يعني نتو... نحكي عن واقع احنا قعدنا وحكينا ومع الشخصيات المعنيه كان قال روحوا الموضوع راح انتهى الشكل شوفوا لكم مكان أه. اللي كان بايران خير يرجع لايران كان بامريكا خير يرجع لامريكا وهيك كان الحديث فمو نتكلم تكهنات اكو واقع كان معين هذا كسر حقيقه موضوع التوافقات الاطار كان حريص في تشكيل حكومه على موضوع اعاده توازن البلاد والاداره بطريقه صحيحه وشكل تحالف اداره الدوله هذا ذلك وبالرغم من ان المكون الشيعي هو لديه الاغلبيه داخل مجلس النواب يستطيع تمرير القوانين كلها لكن حرص انه تكون المصنع المطبخ للقوانين او الاتفاقات السياسيه والتوافقات يكون هو تحالف اداره الدوله. هذا ايضا ضرب. وعندما ما صدر قرار المحكمه الاتحاديه في ما يخص السيد الحلبوسي اتهمت القوى الاطار مع الاطار. ما انا ادري اغلب قاده الاطار سمعوا بالاعلام حالهم حالنا. وبعضهم عرف يجوز قبل دقائق قبل نص ساعه عرف اكو قرار وثم بدات هاي الخطوات الاخرى مواقف الاخوه الكبار تجاه بعض الملفات المهمة مواقف السيدة حلوس وفريقة تصريحات المستمرة عدم التوافق في داخل البيت السني على موضوع رئاسة مجلس النواب خلقت مشاكل كبيرة الآن قانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال قانون وفق المادة 41 من الدستور والذي يعطي حق لكل العراقيين مو بس الشيعة ولا بس للسنة ولا بس للمسيح لكل العراقيين مادة 41 مادة عادلة أعطت ساوت العراقيين في حرية اختيار تنظيم أوضاعهم الشخصية حسب عقائدهم مو ما ما صارت لا قنبلة ولا كارثة إحنا أجينا وفق هاي المادة 41 عدلنا مو غيرنا ولا لغينا عدلنا القانون على مود إحنا يصير لنا خصوصية وغيرنا إلى خصوصيته وهذا من حقنا وفق الدستور قبت الدنيا علينا المنظمات الكرديه اللي هو القانون ما يسري في كردستان اصلا ما يسري، يسري بس هنا، بس علينا. قبت علينا كلها القوى السنيه، المدونين، المدرشين والسفارات السفارات، السفيره تستنكر، يابا شنو؟ ترى حتى القوى الشيعيه. لا افراد 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 يكرهن بالاطار طبعا، بغضا بالاطار. بغضا بالاطار. اي هم يدرون راح تمشي هم يردوها تمشي، القانون يردو يمشي. مم. بس هو اذا قح الاطار قالوا شوفوا قح الاطار، هو هذا عادي نعرفهم من حقهم هم معارضه. بس القوى الشيعيه بشكل عام الشعبيه، القواعد الشعبيه، المرجعيات الدينيه واضح موقفهم، المرجعيات الدينيه واضح، نزلوا كل اغلب المعتمدين والشخصيات المتحدثه حكوا وفصلوا وبينوا وكلها اكاذيب، اتهامات اكاذيب، يزوجون القاصرات، ما ادري شنو، اكاذيب كلها اكاذيب يعني يحاولوا يضربون هذا القانون هاي بها امتداد سابق؟ هذا طبعا عكر الاجواء بشكل عام ايضا، احنا هاي الضربات المتتاليه اكيد لها رد فعل والا قانون العفو شنو ربطه بالاحوال الشخصيه؟ قانون يتعلق بالقضايا الانسانيه، اكو ناس مظلومه، واكو ناس محرومه، واكو ناس ارتكبت خطا بس العقوبه ما تتناسب مع الخطا، السجون مكتظه 300 و 400%. بالمية. صح. سجن بي يعني طاقته القصوى الف ب 4000. صح. هذول شنو دجاج؟ حشاكم حيوانات؟ لو بشر. هذا على مود مسوي حادث مروري، هذا على مود سايك هذا على قضايا مشاكل اجتماعيه هاي قيعان ومشاكل هاي اللي نعرفها هذول شكلهم 85% من السجناء حاليا صح هذول شنو اربطهم قانون اخر هاي حاله انسانيه الحكومه والدوله والنظام السياسي يجب ان يفكر بالاسر مو بس السجين لانه هو تدري السجين مو بس هو معاقب اسرته معاقبه عائلته معاقبه وياه صح. اليوم ويا مواجهه وهذا المسجون بالبصره وهلا بالموصل وهذا بالموصل, وهلا بالموصل ومشاكل كبيرة يجب علينا كقوة سياسية كحكومة أن ننظر لهؤلاء بعين الإنسانية بعيدا عن القضايا السياسية وأعطى عفو لهؤلاء أو هذا اللي يسموه بدل النقدي أو غيره من أجل حل مشاكل اليوم إذا خمسين بالمئة تخفضت من عدد السجناء على قليل عالج مشاكل اجتماعية مئة بالمئة أه 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 حياك الله استاذ استاذ حسن يعني يعني خلا ادخلني بمحور هو موجود بس خلال يعني خلاني مجبر انه اتحدث بهذا المحور يعني الان بعد التحالف الثلاثي اذا الاطار شو اللي يسويه وشو طبيعه التحالف يقول لك انا انا حر لان أنا وصلت مرحله اكو طرف اخر يقول يلا توكل على الله الايران يلا انت الحق يلا تحذبك بالسجن غير المعادله وهذه المعادله اذا تشبه يشبث بها الاطار حاله طبيعيه جدا واذا يردون مو غايتهم بس اذا يردون انه لا يتحالفوا مع الصدر مره اخرى امر طبيعي جدا بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية تحية لك وللسيد النائب يعني هو حقيقة لو التزمت الكتلة السياسية بالطروحات اللي قدمها السيد النائب ما كانت أكو هاي الفوضى السياسية العارمة بالبلد لكن احنا دا نتحدث يعني الحديث السيد النائب هو هدنة هو أنطى الهدنة السياسية للأطراف المتنازعة داخل العملية السياسية احنا نعرف ان القرارات السياسية والتحالفات السياسية هي مطبخ اللي المطبخ اللي يعد ويمرر منها القوانين الى مجلس النواب العراقي <applause> يعني احنا ثلاث ارباع اعضاء مجلس النواب هم تجيهم القوانين على الجاهز لا يتداولوها في غرفهم ولا في لجانهم ولا في مقترحاتهم بل هي مقترحات معده ومنصوصه وتجي الى داخل مجلس النواب مرر هذا القانون خليه بالجدول وتصير الفوضى عليه وتصير المعارك الطاحنه. الاطار التنسيقي هو ما اجى بطفره سياسيه هو هاي خطة. انت يعني تتحدث عن اطار تنسيقي بقيادات من البيت السياسي الشيعي مخضرمين من بداية من بعد 2003 الى يومنا هذا، عكس البيت السياسي السني. كل جيل يجي يلعن ام الجيل اللي قبله. وينهك ويسلب حقوقه وبالاخير يقوم ما يعترف به ولا بقراره. والدليل عندنا صارت عندنا اقصاءات فاحنا ما عندنا اباء سياسيين ما استولتنا العمليه السياسيه من اباء سياسيين عكس ما موجود بالاطار التنسيق لذلك انه من دا اقول لك اللي موجودين داخل الاطار التنسيقي هم اسماء خطره يعني يخططون ويعملون م. ما يعملون بالصدفه حتى ابعاد السيد الصدر هو ما اجى بالصدفه اذا كان بعامل داخلي هو ضغط من الاطار التنسيقي واذا كان بعامل خارجي فهم المسيطرين على المشهد السياسي صح. بالتالي اذا كان الاوردر م. وإذا وأدواته بالداخل فعاله وتتعامل مع الاوردر الخارجي بمهنيه وبتنفيذ الخطه بحذافيرها فهي صار بعد انتخابات 2021 <applause> اما تذويب التحالف الثلاثي فايضا بخطه داب التحالف الثلاثي مثلا كاك مسعود شي يريد؟ ايش عنده بغداد انطوني رواتب الاقليم وجزاكم الله خير <applause> اصير ويا هذا التحالف اصير ويا غير هذا التحالف اروح اتعامل ويا تحالف خارجي ما لي, ما لي أيدي اي علاقه بالموجود <applause> ما عنده عنده ادوات واسماء نيابيه موجوده يقدر سووا لنا عركه شباب شلون ما صار في تمرير منصب رئيس البرلمان سووا عركه ولغت الجلسه وانطعنت الجلسه وخلاص مشت. السيد الحلبوسي يعني هو من بعد غياب السيد الصدر ذاب اسمه وظل هو شلون مرمى السهم للسنه الخصوم اللي, اللي أنا اسميهم سنه الاطار يعني احنا ما عندنا يعني فتكتل سني خطر يشكل خطر على الاخرين، لكن عندنا شعب سني يشكل خطر على, على الاخرين. م. والدليل انه البيت السياسي السني سنه الاطار وسنه التيار، من غاب السيد الصدر ذاب السيد الحلبوسي. م. وسنه الاطار اجوا هسه تفردوا وتم وضعهم امام قرار السيد المالكي باختيار محمود المشهداني م. ورجعت الازمه مره اخرى. ف أم أملي شيء على قرار العفو على مداخلة وكلام السيد النائب لكن احنا نبحث عن قوة سياسية وطنية لأن احنا مغيب عندنا مفهوم الوطنية من قانون الأحوال الشخصية مو الحالي من البطاقة الموحدة إلى أعلى سقف موجود في البلد اللغة الوطنية ما نستخدمها احنا نستخدم سنة شيعة أكراد صابئة أقليات وهذا واقع حال, واقع حال واقع حال العملية السياسية لهذا السبب يعني احنا من من نسمع ونشوف بالاعلام في بعض الاحيان نشوف اسماء القيادات قبل 2003 زين فهذا التمجيد ما دا يجي اعتباطا هذا يعني يقول لك وضحها ها شنو قال شنو 2003 القاده قبل 2003 أيه؟ يعني اجى جيل عندك ما ما واعي ذاك الزمن ها اوكي تمام اي فدا يجي مخلي حتى صوره رئيس النظام قبل رئيس نظام قبل 2003 بتليفونات من فيم أيه. وعندك انت قانون عقوبات ضده الشعب بده يتعامل ويا الفاعل الاساسي بالبلد ويا القوة الداخلية، زين احنا القوة الداخلية من ازمة الى ازمة ومن منحدر الى منحدر. ايش وقت احنا نشوف النور بنهاية النفق السياسي؟ احنا الانفاق السياسية والوديان السياسية هي اللي اللي طلعت ثعابين العملية السياسية وبدت تلدغ في 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 اعضاء وجسد ابناء الشعب الواحد. فاللي نطالبه انه تكون اكو قرارات حية وقرارات فلشت القوى السياسيه كلها طبعا فلشت شملتها كلها, كلها يعني ما بيها واحد ما بيها واحد حريص على اللي تحمل الاغلبيه لا دامن السيد النائب قال لك لا ده البيت السياسي الشيء يقدر أه. يمر يمرر القوانين بكل اريحيه طيب القوة اللي تلو التوافق ما تقبلون التوافق بس اسمح لي القوة اللي ما عندهم توافق نروح اغلبية تقولوا الشيعة تفردوا بالسلطة شنو التوافق؟ ها؟ التوافق شنو؟ شنو مم. القانون اللي تمرر بتوافق؟ توافق سياسي وين آه اتفق على هاي النقطة على هاي تميز أنا. اكو تمييز بالقوانين اها واكو قوانين داخل البيت السياسي الشيعي ما متفق عليها زين واكو اضطهاد لبعض المكونات الاخرى وهاي راح نجيها من بعد ما تاخذ عندك رد؟ لا بس توضيح اذا عندك سؤال انا حاضر لا اذا عندك توضيح خلاص اخذ توضيح بعدين فيما يخص القوانين لان حسيت انه انت تريد ترد لا لا مو لانه رب حمل رب. البيت الشيعي كل المسؤولية قال لك هو نعم يتحملون مسؤولية كبيرة حلو القوانين مو مثل ما ذكر الاستاذ اوراس اوراس يعني هي صحيح التوافق هو اللي يحكم تمرير القانون، بس اصل القانون اللجان المختصه هي اللي تعدل يعني يمشي وفق السياقات الصحيحه والخبراء في كل مجال، مثلا احنا في اللجنه القانونيه عندما نجيب قانون يتعلق بالقضاء كنا نستضيف مجموعه من القضاه السابقين القدامى اللي عندهم خبره ونسال حتى مجلس القضاء، نسال مجلس الدوله في المسائل اللي تخص، بس اصل تمرير هذا القانون فيما يتعلق مثلا بتعديل قانون الاشراف القضائي على سبيل المثال. نعم هنا كل كتله سياسيه لديها موقف تجاه هذا القانون، تبلغ باعضائها. صح هاي الاليه يعني مو تجي القوانين جاهزه اوردر يجي صوته ما يدرون مو بهالطريقه هذه ابدا. قوانين جاي تمر قوانين رصينه و جلسات متعدده للحوار وكثير من الاحيان نستضيف منظمات مجتمع مدني هذا طبعا جزء من, من النظام الداخلي لمجلس النواب وسالنا كان السيد الحلبوسي استضافته مدونين استضافته اعلاميين استضافته مختصين وين اريد ترفق مع قبل لا يدرج جدول الاعمال اذا ترفقوا لي هاي اللقاءات نعم ما ما هذا سياق ثابت في مجلس النواب لجنه الدفاع تجي شرع قانون مو تجيبه من الاحزاب القانون مكتوب ويجيبوا لهم لا وزارة الدفاع وزارة الداخلية مجلس الوزراء يصوت عليه مر بعدة خطوات في داخل مجلس الوزراء أكو مجلس الوزراء دائرة خاصة دائرة تشريعية خاصة في مجلس الوزراء عموما هذه احب يعني اكو اكو سياقات العام اكو سياقات جيد انا بدي على نقطه جدا القضيه الثانيه الاطار لم يبعد التيار الصدري من المعادله السياسيه، التيار الصدري كان لديه طموح ان يشكل حكومه اغلبيه وهذا بشكل علني يعني مو انا جاي ادعي وقال انا ارفض اي خيار اخر هو انا اشوف الحل بالحكومه الاغلبيه والاطار حاول يضغط بقوه لمشاركه التيار في الحكومه، التيار رفض يعني هو قال بعدم المشاركه مو احنا ابعدناه هذا ايضا تصحيح ضيفكم العزيز انه احنا الاطار ما كان حريص ابدا على ابعاد التيار صدق ابدا لا صار قتال بعد على شنو؟ اي لانه الطرف الثاني كان لو انا بالسلطه انت لا مو لو انا لو انت هو كان موقفهم لو انا لو انت اي موقفه اقول لك الاطار للحظه الاخيره وحتى بعد احداث الخضراء ارسل مم. رساله للتيار ذاتي موجود بالحكومه نعم ما موجود عفوا بالمجلس النواب ومستقيل نعم الاطار ارسل رساله الى التيار اذا تردون تشاركون بالحكومه بحجم نوابكم تشاركون ما عندنا مانع والتيار رفض رفض قاطع المشاركه في الحكومه بعد هاي الرساله السحر. من وداه خلينا نحكي بصراحه الاطار يعني اكو شخص على طلعت بالاعلام الاطار يعني يرغب بمشاركه التيار الصدري في الحكومه التيار صدري ما اشترك ولا رد على الرساله ولا جيد بعد إحنا هذا مع... اللي صار ما كان ثانين. الاطار من ابعد هو كانت رغبه التيار بعد المشاركه قال لو انا شارك اشكل حكومه اغلبيه بالتحالف الثلاثي لو ما اشترك الرساله جت ما اشترك نعم هو على موقفه واضح انا يعني مو انا إيه؟ مو جاي احكي في شيء لا اعرف اعرف عبر توقعت انه رساله لا نعم بالاعلام طلعت غير اللي ظهر ب وكل قاده الاطار وسماحه السيد الحكيم تحدث بالاعلام نعم صح قال احنا نرغب الان هذه دعوه الى اخواني والى اخي وصديقي و اني شفت السيد الحكيم ما قبل لما اجى عليه السيد مقتدى الصدر وقال له انا اتعامل بحجم انه انت لك تقريبا ان تكون الشريك الاساسي نعم هذا لا تحب واضحه انا محاضر هاي نقطة لأنه الآن نتائج الآن الانتخابات لأن التيار الآن خليني أحكي لكم بصراحة لما يتحدث وياهم يقول لك السيد الحكيم ما وقفوا ويانا يعني لما جينا وعطينا استحقاق كبير في 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 التنفيذية مو ما وقف وياهم يعني هو أخذ بالعكس الموقف الإيجابي الموقف الحيادي الإيجابي لما نتائج الانتخابات طلعت أن التيار الحكمة جايب أربع مقاعد نعم. نتائج انتخابات غير منصفة وكانت واضحة الإرادة شنو بيها الإرادة الدولية كانت واضحة في الانتخابات الماضية السيد الحكيم قال احنا نحترم نتائج الانتخابات ونسلك الطرق القانونيه وهاي انتخابات مزوره لكن نحترم السياقات الدستوريه نتقدم طعن طعنا رجعوه رحنا المحكمه الاتحاديه هم ردته لكن ما نشترك واعلنها بشكل رسمي بعدها سماحه السيد الصدر اجى زار سماحه السيد الحكيم وعرض عليه اللي تفضلت بانه تعالوا يا يانا يعني حكومه كان جواب السيد الحكيم واضح جدا ان انت يا سماحه السيد الصدر بدون اخوتك وياك في الاطار الاخرين وما كان اطار بعده بدون اخوتك الاخرين من المكون الشيعي ما تقدر تشكل حكومه وحدك وتمشي بهالطريقه هذه، ما ممكن. زين الاغلبيه التي تتركب بهذه الطريقه يعني 73 مقعد امام 190 مقعد شيعي تقريبا في مجلس النواب 191 مقعد شيعي 73 فقط يروحون يشتركون بتشكيل حكومه. كان المعادله ما تركب هيك شيء. زين انا اجي وياك عندي اربع مقاعد بيا حجم اجي. يعني بيا حجم سياسي انتخابي اجي. م. فانا استطيع ان العب دور الوسيط بينك وبين اخوانك، وانا ما اشترك لا بتشكيل لا بحكومه انت تشكلها ولا بحكومه هم يشكلوها، انا ما راح اشترك. جي. قرار السياسي النهائي عدم الاشتراك. أوكي. لكن مستعد ان العب دور تقريب وجهات النظر فيما بين الاطراف الوطنيه وشكل الحكومه احسن ما نروح للدماء، ترى اللي جاي تفكر به ترى نتائجه حسب ما أشوفها ما راح تكون نتائج طيبة مم. حقنا للدماء حرصا على بلدنا وعلى أبنائنا وشعبنا تعال قعد ويا جزء من أخوتك هسه مو كلهم يجوز كان يفكر السيد الصدر عموما هسه هو يسأل كان يفكر فهذا كان جوابه والسيد كان صادق وياه صادق مم. وواضح جدا ولم يشترك لا بحكومة يشكلها السيد الصدر ولا حكومة السودان ولا حكومة اجت اجوا الاطار وقعدوا وكلفوا رفض السيد الصدر الوساطة لا هو صارت جلسة ورا هاي اللقاء مم. مع السيد العبادي يعني كان بتدخل من السيد الحكيم ثم صار رأي السيد الحكيم طرحه على إخوانه أن يصير لقاء مشترك مع سماحة السيد الصدر مم. وحصل هذا اللقاء وحصل كان يفترض أن الإطار السيد هادي العامري نعم كان يفترض إطار يروح إلى الحنانة ويجتمعون مع السيد الصدر مم. وكان هذا رأي السيد عمار رأي سماحة السيد الحكيم مم. أن الإطار يجتمع ويذهب إلى الحنانة ويجلس مع سماحة السيد الصدر مم. بعض الأخوة في الإطار كان لديهم موقف آخر إحنا سهواية وكل واحد هو حماياته و... ورايحين السيد الصدر واحد يعني الواحد أسهل مجيئة إلى التسعة أحسن ما التسعة كل واحد هو وموكبه وحماياته ويروح للحنانة فشو تقولون هي طرح كفكرة يعني سماحة السيد السيد الصدر أيضا من بلغة سماحة السيد الحكيم استجاب واجه بتواضع اجى وقعد مع اخوته لكن ما حصل اتفاق مم. لاسباب كثيره. طيب نعم. الان لو في الانتخابات القادمه هل تعتقد من الممكن ان يعني يشترك في تحالف الاطار مع التيار؟ نعم لو صارت نعم ممكن لا ممكن ممكن ماكو شيء بالسياسه ماكو شيء صعب نعم. نعم. هم الاطار اصلا هم كانوا يسموهم سابقا قبل الاطار اللجنه السباعيه. نعم صح وهو نفس الاطار ما عدا التيار معناته قبل اللجنه السباعيه كان التحالف الوطني <applause> صح قبل التحالف الوطني كان الائتلاف العراقي الموحد. فكل هذه المسميات هي تضم نفس القوى السياسيه الشيعيه الممثله لل يعني للمكون الشيعي في العمل السياسي. مم. حاليا اللي طلع من خارج هذه المعادله من خارج معادله الاطار او التحالف شو السمي هو فقط التيار الصدري والان برزت قوى شيعيه جديده اللي هي من ضمن حراك تشرين وبعض المستقلين هي ايضا خارجها لكن يعني تمثيلها تمثيل بسيط. سيد يقول لك ممكن التيار يتحالف مع الاطار. ليش؟ ممكنين ممكنين ها اوكي نعم. زين جيد هاد... حاله ايجابيه يعني هو هو الموضوع يعني في بعد انسحاب التيار الصدري وضحت جميع الاوراق مم. بالعمليه السياسيه وبالعمل السياسي ماكو خلاف يستمر يعني هو وصل للدم لكن من توصل لموضوع انه مجالسه السيد الصدر مع اطراف الاطار التنسيقي هو جلس وياهم كلهم باستثناء الشخص المعني اللي ما يريده واللي كان هو دائما يتهم يقول لك انه هذا حقبه الفاسدين، من يشترك مع حكومه لا الفاسدين. حتى, حتى السيد ما كان موجود تقصد السيد من لا السيد كان موجود نعم, نعم هو بالاجتماع كان موجود، ورجع السيد الصدر لابس كمامه ودخل قبل حتى قام السيد المالك صاحب ما صاحبه وقعد على لا عادم. هو كان قبل عفوا هذا للتوضيح، قبل مجيء السيد الصدر كان الاخوه في الاستطلاع ابلغوا ان السيد الصدر يعني كان عنده شو اسمه زكام وكان مرتدي الكفوف والكمامه. وما سل يعني ما صافح الجميع وسلم على الجميع سياده النائب هو لو صارت لو صارت جلسه تصوير دخوله السلام يعني ضاب الخير هذا الشيء طبيعي ما ما كان اكو خصومه في ذاك الوقت هاي ما كان أكو خصومة. هاي انعكاسات احنا من نريد ان نودد الخلاف تكون مصافحه حتى لو مو يكون بيز هاي احنا نخليها في خانه اخرى هسه احنا هم الم... كريستيانو ما اجى اللعبه مال ما الشرطه قالوا في زوك احنا نقول لا السعودي سي... يريد يجيبونه الى الان, <applause> الان سمعت السيد الصدر هو يرتدي كمامه ما يطلع ما ماكو اه. اشكال بس الان تشوفون بال... اي مقطع فيديو جديد صح. الان هاي في زياره اربعينيه بالموكب طيب ورا ورا هذا اللقاء سياده النائب ورا هذا اللقاء مباشره ثاني يوم مسرور برزاني والسيد الحلبوسي بالحنانه واستقبله ومصافحه ومباوس من الورشين احنا ما نريد نقول انه نشخص الخلاف لكن هو الخلاف موجود اعتراض السيد الصدر على السيد المالكي هو راح. علني هو علني ايه؟ طيب هاي طيب. مرحله راح هو راح. قال كلمه احنا قال كلمه مشهوره قال خلي يصيرون بالمعارضه افند ومعمم وبال وبالموالاه افند ومعمم امم هذا بالاجتماع اي بالمعارضه افند ومعمم يعني السيد المالكي والشيخ قيس <applause> ايتهم بالمعارضه اي يعني ليش تركون؟ زين وبالموالاه السيد الحكيم و السيد العبادي. اوكي. اي تمام. هي اطراف يعني بس لكن احنا وين اكو وين اكو معارضه تنجح بالعراق؟ م. احنا وين احنا احنا بالعراق يعني هو نظام سياسي مبني على لغه ابو ذراع. لو الويك لو تلويني. زي. هذا اللي معروف هسه احنا داخل مجلس النواب قبل قليل السيد النائب ذكر انه اللجان هي المختصه واللي اللي شرع القوانين فانا اقول لك هسه بلجنه الامن والدفاع عندنا ملاحظات على اللجنه والمتهمين من, من مخرجات هذه المقترحات اللي تخرج من اللجنه هم وزيري الدفاع والداخليه حول حول التعيينات اللي تبنوها النواب وبداوا يعيرون بهم ابنائهم وبداوا يدخلون يزجون اللي يتعينون على مكافحه الارهاب على الاتحاديه على الطوارئ على الشغب على غيرها من المؤسسات وحتى في الدفاع يدخلوهم في قاعده بيانات حزبيه ويدخلوهم بخانة الـ الـ الانتماء السياسي طيب إذا أنت المؤسسات الأمنية اللي تعتبر هي مستقل مستقلة عن العمل السياسي ويوقعون على تعهد أنه ما أعمل مع شخصيات سياسية ما أنتمي إلى أحزاب ما أثقف ما أمجد ما 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 ويجي هو النائب بكل صلاة طيب. ومشخصيهم النواب مشخصيهم النواب يعني يعني اللي يتعين ينأخذ اسمه يروح في 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 قاعدة بيانات داخل حاسبات حاسبات الاحزاب. فهذا ايضا مخالفة، لكن احنا نتحدث مو بكل شيء بالاوردر، نعم، لكن نقول لك اكبر غيمة تدخل للعراق, للعراق هو العامل الخارجي، هسه هسه السنة اليوم دي دي يبحثون عن دولة اقليمية تدعمهم. على؟ انا واحد, واحد من أطراف السنية اقول لك عمري نريد دولة اقليمية تدعمنا. على الشيء. لان, يعني مستوى 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 لأن بسبب يعني. بسبب استضعاف البيت السياسي السني قمنا نشوف انه شركائنا ما منطينا مساحه لا نشارك بالدوله م. ولا نشارك بالسلطه ولا نشارك ولا ان قرار على القضاء ولا نقدر نتهادن على القضاء وخصوصا في قانون العفو العام اللي اصبح هو قانون ال... الوهم العام م. وشفنا <applause> الفرحه اعضاء مجلس النواب أسنابات و وفيديوهات وشرعنا شرعنا ومررنا وقرانا القانون ايه والعفو شنو شنو بنود القانون <applause> الانتماء شنو اللي خليته انت بالانتماء الانتماء مو انت نفسك نائب من هاي المحافظه قاعد بيها واهلك كلهم بيها وتم من تم الاحتلال وما عنده قوات امنيه والقوات الامنيه بال بالفتره المظلمه دبوا سلاحهم وطلعوا واهلك موجودين وبق... والى ان تحررت المحافظه واهلك ما طلعوا، ليش ما انحسبوا اهلك على الانتماء؟ حالهم حال ولد الخايبه اللي داخل السجون، المكتظه المكتظه بهم السجون. ليش تحولت السجون الى ملف تجاري؟ ليش اهالي المعتقلين حتى ابتزوهم في اعراضهم؟ ليش ما كشفت هاي الملفات؟ يعني انت فقط اخذت الهويه الدبلوماسيه والباج والجواز الاحمر ودخلت في موكب وقاطك ورباطك وانا النائب وانا النائب وقمت تلتقي تهيئ تنظيمات انتخابيه بعد ثلاث سنين مو هاي الصفه النيابيه يعني احنا درسناها دراسه هاي هاي, هاي مشكله النواب السنه خما يجي نائب شيعي او قوه سياسيه استاذ نصير استاذ نصير اذا اني نائب بيعيب اي فاني مؤمن انه عندي شريك اذا شريكي شريكك شو يسوي شريكك بس اسمح لي قال لك جسم القانون لي. انا اعطيك هذا القاعده بس اسمح لي انتخب المكان والله بس اسمح لي إيه؟ هسه احنا في بلد شراكه لو في بلد فدرالي بالعمليه السياسيه لا بلد شراكه موجود طيب. توافق انا آه النائب مالتي النائب مالتي ما بي خير ايه احنا عندنا شركاء شريكه بس ساعه منا انت تردوهم تقولون احنا اقصونا وهم الساعه ساعه تقول تعال اعطيني هسه احنا هسه احنا مقصين ومهمشين ها ثلاثه دخل اجيك هسه بس اعطيني مجال احنا في بلد شراكه مو؟ احنا مع شركاء شريكه لهم او مع شركاء لا شريكه لهم. مم. طيب انا اليوم عندي عوق بالقرار السياسي السني. زين. من اجل التفرد والوصول الى المنصب والوزاره ووكيل الوزير والمدير العام الى ان توصل مدير المدرسه. اني خوما ابقى محتكر نفسي وده تشوفني المكون الاكبر والاخ الاكبر والشريك الاكبر وصاحب الاغلبيه العددية د تشوفني دا صيح اخ ودا الوح بيدي. انقذني اسعفني الخاطر ربك وربي. هسه احنا طلعني من من مهزله المكون يلا خل نروح للشراكه. هو يقول لك انت انتخبت وانت جبت مجلس النواب انا اتعامل وياهم. انت انتخبت النائب آآ آآ السيد النائب من يريد يسولف بالبصره يسولف بدهوك يسولف بالانتهاك اللي صار بدهوك من قبل الجانب التركي. زين. ما يسو ما يح يحتكر بي بي بناخب شنو عضو مجلس نواب؟ عضو مجلس النواب يراقب الحكوميه على كلامك على كلامك روحوا سووا قوه سياسيه شارع السني قلنا نحن نخول اطار التنسيق والقوى السياسيه الشيعيه بالدفاع عنا بصفتنا كمواطنين عراقيين والقوى السنيه في مجلس النواب لا تمثل يطلع حسن فدعم وغيره يدافع عنك استاذ نصير صح لو غلطان انا كلامي انا معاناتي واضحه لو لا اي الف رحمه على والديك عندي قانون العفو العام من الـ 2016 تم نشره في جريده الوقائع زين <applause> صح لو غلط زين <applause> هسه احنا كنا هسه كاسم انا متدرب تحت اه يعني لسان وقانون رحيم العقيلي زين <applause> أباه على رحيم العقيلي شخص تكنقراط في القانون ويتعامل مع القانون بمهنيه رحيم العقيلي وين هسا هو مو رجل مو شيعي عذرا للشعب وللشارع وللمكونات كلها مو شيعي دا نتعامل عليه علي هذا شخص تكنقراط دا نتعامل مع اسماء داخل البيت السياسي السني يريدون ينهضون بس ما يقدرون لان المال السياسي اعلى من سقف الوطنيه عندنا زين ليش لان هو الناخب بالاخير راح يطلع بالرعايه وبالسله الغذائيه وبالكارت انا دا اتحدث لك بالشراكه الوطنيه مم. احنا ما عندنا للاسف وهاي غصه في خاص في في في, في, في صدر كل سني زين احنا مغيبه أدنى الشراكه الوطنيه. دي. تبقى تقول لي ضعف المكون السني اقول لك نعم، لكن غير عندنا الاخ الاكبر هسه قانون العفو العام. زي. قانون العفو العام شنو اللي بي؟ شنو اللي بي؟ زي. اللي ينتظروا الاهالي. مم. ما بي اي شيء يخدم ابناء المكون السني لان احنا ابناء محافظات تم احتلالها من قبل تنظيمات ارهابيه، طيب غير اجي الآوه والوكل والشرب والشاف وما بلغ واللي انتمى، هاي كلها احكام. يعني انا راح اطلع من قانون من مطب اقعد بمطب اقل حكم اخذه عشر سنوات ايش اسوي بقانون العفو العام؟ انت ليش ما تقول لي اللي انتمى ليش انتمى؟ ليش انتمى؟ انتم؟ احنا ما سلمنا طبيعي. احنا ما سلمنا بعض ضباط الاستخبارات من مناطق حزام بغداد وتم حكمهم 15 سنه بسبب انتمائهم وعملهم مع تنظيم التنظيمات الارهابيه م. ما تم تسليمهم في في مناطق حزام بغداد م. اذا انا القوه الامنيه اللي عندي بعضها هاي نخليها بين قوسين قامت تتعامل مع المنظمات الارهابيه من اجل انه يهددني اذا انا كنت صاحب مال وياخذ ثروه يتقاسموها بيناتهم هاي خلت تعرف الحكومه طيب اذا عند انتزاع اعترافات بالاكراه بشتى انواع التعذيب انا بدل ما اجي واتعامل ويا التقرير الطبي اللي يثبت يعني هذا المتهم هو معترف كرها واجبارا لو اجي اقول هو موقع وباصم على جيد. على هل على, هل على هل امور هل... هو ما... ما لا 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 غنى جيد. ولا طيب. ولا ولا اي بصمه او وصمة بيها جيد استاذ حسن استاذ حسن ليش تمت... يعني لا لا, لا لا بالعكس لا 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 يعني كل واحد يعبر عن ما في رايه وناس وكذا ليش ما تتمنون الاخوان الشارع الشيعي فخلص قل الاخوان السنه توكلوا على الله يعني شارعكم ما يريدكم تمام طبعاً جزء. واحنا احنا الاخ الاكبر وشايلين هم كل شيء احنا حنتكفل بقضاياكم كلكم وسمعت فيما في ما يخص قانون عفوا جزء كبير من يتحدث باستاذ اوراس هو صحيح تقريبا 80% من القيادات السنيه السياسيه والنواب والوزراء السابقين هم اصلا عايشين خارج العراق. وهذا الرقم 80% اذا طلع اقل انا اتحمل مسؤوليته، اذا مو اكثر. ما يعرفون معاناه اهلهم. 80% من النواب مم. السنه والوزراء السابقين يا يطلع من الوزاره إيه؟ والحالين والحاليين يجوز مدري إيه. <applause> هم اصلا بيوتهم وعوائلهم برا. بينما تعال للنواب الشيعة والوزراء الشيعة كل الوزراء الشيعة ولا وزير ولا نائب وهان أيضا أتحمل مسؤولية كلامي إذا طلع عائلته خارج منطقته مو خارج العراق خارج منطقته كلهم عايشين بيوتهم هذه معادلة حقة يحكي بها أكو فرق شاسع بين واحد يقعد الصبح من هلأ يتريق من هلأ له فاتحة وهذا مناسب وهذا عنده شغلة جاية فيصير تعايش بشكل مستمر لا ومواصلة لا اقدر بس اقاطعك هنا أنا. انا اقول لك انا اقول لك الان هسه احنا من يقولون على قضيه اقول له اخوي انا ما خابر نائب سني لان ما يسوي لي شيء انا حخابر نائب شيعي قدرني اكثر من النائب السني احكيها بوجه كل النواب انا صدق. انا اغلب الاحيان ده أكيد كلامك. اذا اذا يصادف سفري احيانا مع نهايه الجلسه أحياناً. مع نهايه الجلسه أحياناً. فاروح التشريفات القى الاخوه جايين مخلصين الجلسه جايين رايحين لاهلهم مسافرين عمان وامارات قطر ما ادري شنو تركيا بس ما اجي القى نائب رايح نازل لها اللي برا كلهم عموما هذا كلامه دقيق 100% واحنا نتحمل جزء كبير من المسؤوليه تجاه شعبنا واهلنا في المحافظات الاخرى، وهذا تحملناه مو كلام مو سوالف تحملناه دم. انا كنت رئيس مجلس محافظه في بابل. في 2014 كنت بعد عضو مجلس محافظه بعدين صرت نائب رئيس نعم ما صدرت فتوى عفت مجلس المحافظه والتحقت أول ساحه التحقت بها الجرف ثم بلد ثم سامراء ثم صلاح الدين ثم الانبار ثم الموصل ل 2018 اربع سنوات انا بالجبهه اقاتل في منطقه ما عندي بها شبر ولا اتامل يصير عندي بها شبر والله يشهد علي بهاي اللحظه هواية مواقف بكيت بكيت بدموع مو ما يمي كاميرا بكيت بدموع على مواقف شفتها قدامي لهنا بالصقلاوية شفت طفل عمره تسع سنين جريحة هنا مضروبة شظية بالقصف مال الهوانات مال داعش وجابها أبوها وأمها أبوها مثل فاقد الوعي يعني بنتي تموت ثلاث ايام صاروا محاصرين من داعش، واحد جاي فكينا الحصار عنهم. يقول قتلونا شو سووا بنا بس هاي عالجوها بنتي. وهاي طفله عمرها تسع سنوات. فاحنا ما مو سوالف وقفنا وياهم. وقفنا وياهم بدمنا اخوتنا ولدنا استشهدوا قدامنا ونشيلهم نقول فدوه فدوه الوطن مو سوالف. بس لما تجي للسياسه السياسه معادلاتها مختلفه. السياسه اكو دول منطقه ودول خليج ودول كذا تحكي بالمكون وهي كاذبه. هي جات تمول الارهاب في المناطق السنيه اللي قتلوا الاهل اهلنا في تلك المناطق. يهو. طبعا من من مول ساحات الاعتصام؟ منو كان يمولها؟ زين أكون نقطة جدا مهمة منو القادة السياسيين السنة اللي استلموا أموال لتهيج هاي الفقرة؟ يهيجوهم لا حد يقول لك خميس الخنجر خميس وغير خميس خميس على نخوح حكاها بالله زي زين خميس الخنجر منو جابه؟ مو جابه الائتلاف؟ هذا قلت هسه نرجع الحديثي الاطار التنسيق هو اللي سياسيا لا ما جابه هو موجود ايه. هو موجود عنده قنوات وعنده كذا ودعم مليارات مئات المليارات وشكل لوبي خارج العراق ضد العراق ثم اجى واقع سياسي اكو احنا جاي نتعامل مع دول يروح رئيس وزراء باي دوله من دول المنطقه قالوا ليش مغيبين مكوننا السني هذا فلان اجى يمنا هيك يقول فلان مو الاستاذ او راسي راح يروح يسولف ولا الطفله هاي عمرها تسع سنوات اللي عالجناها راح تروح تسولف قدام هاي الدول دول القاده السياسيين اللي عوائلهم برا يروحون يسولفون قدام هاي الدول يشكلون لوبي وضاغط على النظام السياسي فواقع السياسي تعامل مع الموجود مع اللي ينتخبه الشعب ما ممكن انا ارشح شيعه في المناطق السنيه على مود الان انا حديثي قبل لا يتحدث استاذ عن عن الحفو شنو شنو قلت؟ انا ما ادري كان موقفه شنو تجاه العفو نعم صح شنو كان انا حديث؟ قلت انه كبرياء 300% اقتطاف قلت وانا داعم وانا مؤيد أيه. وانا ضاغط واصلا المفترض المفترض ما يربط لأنكم مظلومين انا ادري مظلومين زين هم دول اللي انظلموا واللي عليهم احكام الان واللي قاوة واللي ما ادري شنو دول من جاب اسمائهم؟ منو جاي يشهد ضدهم؟ منو جاب اوراق مزوره مكتوب باسم الدوله الاسلاميه فوق فورمه مزوره مو مال داعش هم سووها وكتبوا مجموعه اسماء بها لاغراض مشاكل عشائريه واجتماعيه وجابوها للاجهزه الامنيه وقسموا على القران بها امام القضاء لا اله الا الله وراحوا انحكموا طبعا وراحوا انحكموا وراحوا انحكموا وزوروا تقارير باسم داعش الدولة الإسلامية دولة الاسلاميه قدموها للاجهزه الامنيه وراحوا قسموا بالقران ان هذول داعش هم مو وكثير من الدواعش الان موجودين حتى بعضهم بالاجهزه الاميه راحوا منو سواها هذه اجى شيء من البصره سواها الالاف اللي الضحايا الحقيقيين اللي ما شملوا بالرواتب في الانبار ودقينا 23 الف شهيد مزور في مؤسسه الشهداء وهذا رئيس مؤسسه الشهداء اسئله والعوائل الحقيقيه اللي بالفعل واجهوا داعش بالفعل كانوا اوفياء للوطن أسمائهم ما موجودة لحد الان وتفلشت بيوتهم لحد ما تعوضهم كم تعوضون يتعوضون على الجهه السياسيه سوت هاي القصه طبعا جهه سياسيه جهه يعني. سياسيه تبعتها وزعوا قطع اراضي للحراميه ول وعافى عوائل الشهداء واللي تفلش لبيوتهم واللي ضرروا عافوهم ما حد ما حد بحالهم. اكو واقع بالساعة اللي ذكرها السيد الضيف قال نواب يجيبون اسماء ويضيفوها وحزبية كان رئيس وزراء نايم نايم مو عندنا مجلس الخدمه الاتحادي مجلس الخدمه الاتحادي شنو وظيفته؟ يوفر العداله بتوزيع الدرجات الوظيفيه، ليه يخلي نائب ووزير يستغل وقائد سياسي يستغل ابنائنا شبابنا لاغراض سياسيه، هو خلي من خلال مجلس الخدمه الاتحادي، دفاع داخليه، اي لاي طرف مجلس خدمه هو طلع اسمه ما فضل احد به لا يستغل هذا الملف، هاي تتحمل مسؤوليتها الدوله الان في داخل مجلس النواب من ينطرح قانون اي قانون انساني يخص اي شريحه انطرح قانون الازيديين، انطرح قانون عاد اعمار المناطق المحرره صندوق صندوق اعمار المناطق منو سواه؟ من صوت له؟ الشيعه صوت له. داتك الشيعه صوت له ودافعوا عنه وانا في في دورتنا كنت اكثر الدافعين بهذا الاتجاه، ليش؟ هذا هتخل... احنا وطن واحد وشعب واحد واهلنا. هذا تعلمنا العراقيين احنا ايش تعلمنا؟ ما تعلمنا نحكي بطائفيه ولا تعلمنا بالفعل هذا اللي يتمنى ان يكون لكن السياسه مع الاسف لها راي اخر اي بالفعل الان الصراع على اشده ما بين الرئيس الوزراء وما بين بعض قاده الاطار مو كل بعض قاده الاطار وانتظرون نتائج التحقيق اللي موجوده وهاي نتائج التحقيق يمكن بالايام القادمه تطيح برؤوس كبيره في في قضيه التجسس وفي قضيه الفساد الاداري والمالي هاي اوراق موجوده لكن اجى الوقت اللي تظهر يعني هذا يعني هذا مو شيء هاي زينه يعني هذا مو شيء كان ضامن طيب. ورقه قالوا له هاي هاي أو يعني واحد احد زي. قاده الاطار ضامن يعني ورقه على السودان هسه طلعوا لها هسه احنا قبل شوي كنا نتحدث بالغاء المظاهرات المليونيه ايه المظاهرات المليونيه ليست مليونيه من اجل نصره فلسطين هم. اذا نريد ننصر فلسطين شيل سلاحنا مثل ما صار عندنا فتوى ونروح نلتم الجيوش العربيه ونروح هاي غزه زين هاي شمرت عصا على مو مخاف احكي موقف يحسب علي هاي لا انا راح احسبها زي. علي هاي المظاهرات يعني هي بدايه شراره لحدث ما نهايه هذا الحدث في شهر 12 أه. نعم نهايه هذا الحدث ونهايه اصلا اقصاء ربما اسم كبير في الدوله في شهر 12 يقول السيد محمد الشاع السوداني هذا اي ايه. والله, والله أنت الصراحه اقول انت تقول بعض قاده الاطار مم. انا راح اقول لك جبهه السيد المالكي مم. ومن معه مم. لتمرير القانون الانتخاب اللي يريده وجبهة السيد السوداني ومن معه سنيا لتمرير قانون الانتخاب اللي يريده القانون المتعدد راح ياخذ مساحة أخرى ربما العشرة بالمية داخل مجلس النواب راح يحظى بها اللي ضد السوداني يعني حتى لو السوداني حصل على 200 ألف صوت راح يدخل فردا إلى مجلس النواب النزاع اللي موجود شيعي شيعي ده ينعكس تنعكس سلبياته على البيت السياسي السني وال و... وما يعلن أن الخصومه السنيه هي اللي ده تمنع تمرير منصب رئيس البرلمان، لا عزيزي راح اقولها واتحمل مسؤوليتها. دي. منصب رئيس البرلمان يقتضي على من يتبنى سنيا التعامل مع صاحب الورقه السياسيه الشيعيه في تمرير القوانين اللي يخدم المشروع المستقبلي. في انتخابات 2025 شهر الرابع، شهر السادس، شهر العاشر وانت عندك علم بهذا الموضوع. هكذا ايحاءات. حق لا انت عندك وشات. علم عندك علم باليوم. انا ما عندي والله ما عندي فانا <applause> 25 10 2025 انتخابات اي هاي انتخابات لا اكو اكو حتى رئيس الوزراء ما ادري باليوم مو ولا بالشهر اكو احداث اكو <applause> اني ما اقول <applause> <أحداث. دا قولك. تصفيق> <applause> <applause> انا اقول <دا> لك اقول <applause> لك اكو احداث هسه البيت السياسي الشيعي اذا نريد نتهم الولائيين منه راح يكون يقول لك احنا المتفاضلين علينا ايران لكن احنا السنه عندنا 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 تعاملات خارجيه مو احنا السنه مو اني منهم اللي يدعون تمثيلنا ومثلوا علينا وسووا المكون عباره عن مسخره للاسف خصوصا بالمهاترات اللي تصير بيناتهم وتبادل التهم. احنا عندنا تعاملات دوليه متعدده يعني سيدنا النائب ذكر قطر ممكن تركيا جزء منها السعوديه وهسه نريد ننفتح على نريد نشوف ما بين امريكا وروسيا اذا اكو تهيئه الاحتلال للعراق جديد فرح نتعامل ويا روسيا نقول لهم يا بغيرون المعادله الامريكيه بالعراق لان العراق ما يتنظم الا بالاحتلالات لا ما تتغير معادله هو ليش قلت لك انت ما تغير أما, اما امريكا فامريكا هي مقتضي موضوعها لعكس السياسه العراقيه من بعد 5/11/2024 والى تسليم منصب رئيس الولايات المتحده الامريكيه م. فالموضوع اللي ذكرته اقول لك بشهر 12 اكو تسونامي العمليه السياسيه ممكن وراح يتم حتى راح يصير اكو يعني اكو احباط من المكون السني لان احنا اليوم بالبيت السياسي السني نشوف السوداني هو الرجل المعجزه من بعد 2003 الى هاليوم لا اله الا الله راء طبعا اوف احنا السنه وعيدها أه. لان انا ما كفرت لا لا اله الا الله راح اعيدها كتصريح احنا السنه الجيل الحالي أه. نرى بالسيد السوداني الرجل المعجزه من بعد 2003 ليش؟ زين ابن الداخل زي ابن الهويه الواحده زي الرجل المنجز والرجل اذا كان متهم بالفساد ايه فانا اقول له بالعافيه عليك دام انجزت ولامست الشارع. ايه لان احنا كل السياسات اللي عندنا افتح حرب هنا، سوي جبهه هنا، فيض هنا، اقتل هنا، احرق هنا. فاحنا شبعنا من سياسه الحروب، شبعنا من سياسه الدماء، نريد يعني طلعت عندنا دماء مشتركه في هذا التسونامي اللي موجود بشهر 12 من مصلحه السيد السوداني؟ لا <applause> احنا نتمنى انه 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 يكون من مصلحته بس لا مو من مصلحته لكن احنا نريد شريد لا مو سردس <applause> بيروت بالتظاهرات المليونيه تحدث عنها طبعا هو تح... ايه؟ التظاهر... يعني لك, بو لك بو تظاهرات المليونيه تظاهرات اخوي تحكيها انا اقول لك تظاهره استاذ نصير ايه؟ الشراكه المقبله ما بين التيار والاطار موجوده زين هسه من راح يكون جزء انت تحكي عن الشراكه قول لي انت تقول اكو تظاهرات ورا في بشهر 12 شنو الطبيعة؟ احكي لي احكي لي الاطار العام الطبيعة مو انا ما اريد ادخل في مفصليات واروح اتعامل مع ال... عندك قانون عندك ولاء خارجي وعندك وهاي التهمة موجودة وهذا مثل حالها حال المسألة والعدالة والارهاب يجوز آه. ما تطلع من غريب تطلع من من جلدتك زي. فاحنا دا نقول لك انه انه احنا والله العظيم انا يعني اجزم لك بهاي المفصلية زين يا عمي نريد نف... نقطع الشريان السني هي. يطلع لنا دم شيعي حلو نريد نرجع الى لغة المواطنة يا اخوان يعني عجزنا وجزعنا من لغة المهاترات وصناعة الأزمات السياسية تكزبر جلودنا من نسمع خطيب أو إمام أو رجل سياسي شيعي يتحدث بمظلومية السنة يعني تكزبر يعني من نذكر لك عبد الوهاب الساعدي ليش طلعت عبد الوهاب الساعدي ما هو سلمكم المحافظات وحررها وقال لكم هاي المحافظات روحوا سلموا دول الارهابيين اللي احنا لزمناهم واهلهم اعترفوا بهم ليش اجيت وقبضتوا الكوسترات واللوريات وسلمتهم الى ضباط التحقيق والبعض منهم الجزار اللي اللي انتزع اعترافات الاكراه وحول السجون اكثر من تسعين الف معتقل موجود بها ثلثيهم هم ابرياء ليش ليش احنا وين وين لغه المواطنة هسه انت لو لو تسفك دمي لو ما تخليني احكي البارحه في ضيف ويا ضيف اني يقول يا الله بدوا يعدمون شنو يا الله بدوا يعدمون <applause> خوب انت بدل ما تقول يا الله بدأوا يعدمون وتحمي نفسك بغطاء القضاء انه القضاء حكم القضاء يتعامل إلى الورقه والقلم، خوب روح شيل سلاحك وشكو واحد يشوفه بالشارع واحد يقول لك علي ارهابي يرميون لو طيب. لا تتعامل احنا طيب. عندنا عندنا تهريج اعلامي م. للاسف نقولها طيب. من بعض الشخصيات المكونين طيب. اه نتمناهم انه يرجعون رشدهم يرجعون طيب. طيب. الى خراطه كيف ستنتهي انا هسه اقول ازمه اقول على الاقل اختلاف وجهات النظر سوء تقدير الموقف خلافات ما بين بعض قادة الإطار ورئيس الوزراء كيف حتنتهي المطاف هي الأزمة كلها متركبة على التنافس الانتخابي مه. تنصت متنصت كلها متركبة على التنافس الانتخابي فأعتقد أن السيد السوداني إذا ذهب باتجاه قرار وهو أعتقد يدرس هذا القرار عدم الترشيح للانتخابات تنتهي كل المشكلة والأزمة مع الإطار عدم نزول الانتخابات اصلا عدم نزول الانتخابات أيه. تنتهي أه. المشكله كلها أنا ما أدخل بالانتخابات أنتم تنافسوا بيناتكم أدعم الجميع حتى التيار الصدر اللي ما مشترك بالحكومة أدعم م. كل القوى السياسية اللي تنافس أوفر أجواء صالحة للانتخابات وتنافسوا بيناتكم وإذا قررتوا تجددوا لي جزاكم الله خير ما قررت تجددوا أنا أنهيت مهمتي أعتقد هو يدرس الآن هذا القرار؟ اكو مقترحات من اصدقائه ومن مقربين له بهذا هو ادى دور جيد مثل ما ذكر استاذ سالار قال هو معجزه انا ما اعبر عنه معجزه بس ادى دور جيد يعني بس وديتنا كردي سالار انا اراس 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 هم كردي <applause> لا زين هاي لا عاد اراس حبيب شنو مو كردي؟ لا انا اراس 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 هو جبل اي اي أه. فمثل ما قال استاذ اوراس اعتذر ان اخطيت بالاسم هو بالفعل حقق شيء جيد زين استقرار سياسي زي. طبعا هو ايش قصر واحدة. هذا القرار؟ هو من زمان هو يعني حتى بعض الاخوه اللي راحوا له كانوا لهم رغبه يا بالانتخابات من بعض مم. الاخوه النواب يعني مم. كان جواب انا ما حاسم موقفي الى الان نعم فترة الأخيرة صار حراك معين عند حزب الفراتيين مثل الفراتيين الفراتيين تيار, تيار الفراتيين لكن انا ادري انه ما حاسم ما حاسم بشكل نهائي الموقف ربما هذا القرار هذه هذه النصيحه التي قدمت للسيد السوداني من قيادات الاطار او من اشخاص مقربين للسيد محمد الشيعي السوداني اصدقاء له أصدقاء. اصدقاء مقربين اصدقاء يعني مو من الاطار مو قاده الإطار. الاطار هم بيهم بعضهم اصدقاء <applause> عموما زين آه انا اعتقد هذا هو راح يعني ينهي المشكله وينهي حتى الصراع وحتى رغبات بعض الخصوم مم. بالتعويل كثيرا على الخلاف راح تنتهي مم. تبرد الساحة ويصبح التنافس الانتخابي بين نفسهم أعضاء الإطار زين برأيك السيد رأيك هسه هذا رأيك أنت يعني السيد السوداني مو صاحب يعني بقضية أنه أني لا ألا أشترك أو ما أشترك أوكي الرجل ممكن لم يتخ... يتخذ قرار الاشتراك لحد الآن نعم. لم يتخذ قرار الاشتراك لم يعلن مم. على الأقل هسه جزء من أنت تتوقع؟ لأشي. أنا كنت في يعني قبل أربع خمس أشهر كنت أتوقع ما ينزل الانتخابات. نعم. بعد هاي المتغيرات اللي صارت والحراك اللي قام به حزب فراتين شفته يعني نازل بقوة وبدأ يفاتح يعني مو هو شخصاً. نعم الحزب. حزب. الحزب. نعم. تغيرت وجهة نظري، الآن وراء هاي تسارع الأحداث أشوف الحلول ضيقة جداً. م. الحلول نادرة جداً للخروج من هذه الأزمات. نعم. وأفضل حل وأقرب حل حتى إلى نفسه. م. وعدم عدم الاشتراك في الانتخابات شكرا لحضرتك سيد النائب حسن فدعم واشكر ضيفي الكريم ايضا سيد اوراس الحمد باحث شكرا لحضراتكم يعني بصراحه اللي كانت عندكم موجوده شكرا على الصراحه اللي كانت عندكم موجوده نشوفكم في حوارات اخرى ان شاء الله, شاء الله. اما انتم مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعه الى اللقاء